بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين الوضعية الإدمجية المقررة لاختبار الفرنسية الاختبار الثاني في الفرنسية نعم حذر من الآن من الآن التلاميذ من بعد اللي يديروا الفروض راح نصحوا فروضنا راح ندخلوا لا سيكونس نيميرو دو تاع لا تاع التلوث قدامنا نبدو الاختبارات راح ما نقدروش الوضعية الإدمجية تاع لا سيكونس راح نديروا هذه نديروا الوضعية الإدمجية تاع لا سيكونس إما إيه اللي تبعها معايا باش تحفظها من الآن تلوث الهواء لا بولوشيون دو لير لا بولوشيون دو لير إيت أن فينومان نويزيبل مي كيل سونسي ميفي تلوث الهواء هو ظاهرة مضرة الآن ما هي أضرارها ما هي أضرار هذه الظاهرة ألوغ دابوغ إل بوخوفوك دي مالادي غيسبيغاتواغ تلك لازم يعني ان التلوث الهوائي يتنجم منه ينجم عنه امراض تنفسيه مثل اللازم مثل الربو اونسويت ال انترين لو دي ريغليمون دو كليما ال انترين لو دي ريغليمون دو كليما يتسبب ايضا في الاحتباس الحراري التغيرات المناخ الجوي واللي ما ندي نسموه الاحتباس الحراري ا أه، اونفا أه، ال أه، كوز لا ديسباريسيون دي زانيمو اي دي بلانت يعني تتسبب ايضا في انقراض الحيوانات والنباتات التلوث الهواء يتسبب في انقراض النباتات والحيوانات نعيد الفقره باش تقدر تكتبها لا pollution دي لير لا pollution دي لير اي ان phénomène نويزيبل مضره mais quels sont ces méfaits d'abord elle provoque des maladies respiratoires telles que l'asthme ensuite elle entraîne le dérèglement du climat et ensuite et enfin elle cause la disparition des animaux et des plantes surtout كل يوم تحفظ جملة حتى نهار الاختبار تلقى روحك مجلجلها ماكش محتاج الفقرة أخرى طبعا الفقرة هي لا دو لير ياك بصح الأضرار تاعها تنفع لكل أنواع التلوث إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى